صار لنا هلا بيجي 5-6 سنوات متهجرين من بلادنا من سلمى. وجينا لهوني، ساعة بننزل فيها الويلي، ساعة بيها الجبل، آخر شيء التجأنا للمخيم. لا حدا بيقرب صوبنا، ولا حدا بيسأل شو بدكم وشو ناقصكم. ونحن بيجي 10-15 نفس، أنا وولادي ومجوزه. ومشروحين بخيام مثل خلق ما في. طيب أولادي عم بيناموا تحت، المي عم تمشي تحت منه. منروح من نادي لهذا، هذا بيقول ما حدا والله عم يدعمني، هذا بيقول لقصور من المنظمات، يعني حر، لمين بدنا نشكي أمرنا؟ سلطان بفران.